اليوم 11 على التوالي، والاحتلال الإسرائيلي ما زال يحاصر محافظة الشمال بشكل كامل، جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، كل المناطق هناك محاصرة من الاحتلال الإسرائيلي. 11 يوما لم يدخل لهم أي نوع من أنواع الغذاء، محاصرين على مستوى الطعام والشراب والدواء. أيضا الخدمة التي تقدمها الطواقم الطبية هناك للأسف هي خدمة ليست كافية في ظل نقص الإمكانات ونقص المقدرات ونقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الموجودة هناك. وبالتالي نجد أن الواقع هناك صعب جدا ومأساوي. الكثير من نداءات الاستغاثة التي وصلت إلى طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية لم نستطيع الوصول إليها بسبب أن المناطق والبنية التحتية قد دمرت بشكل كبير جدا. في جباليا دمر القوات الاحتلال الإسرائيلي الكثير من المناطق وواجهات المباني ودمرت الكثير من الأبنية، حتى أن مركز أو مراكز الإيواء الاحتلال يقصفها في كل لحظة، وأيضا مركز الذي يتبع للأنروا ويوجد ويتم توزيع الطرود الغذائية من قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك الرسالة التي يريد أن يرسلها الاحتلال الإسرائيلي هي حصار مخيم جباليا بشكل كامل، ولا يريد أي حياة بهذا المخيم.